السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نور أشرف من TMSMY. إن شاء الله النهاردة هتكلم على الـ Functional GI Disorder. أول حاجة هتكلم على الـ Functional GI Disorder بشكل عام، نفهم هي عبارة عن إيه. بعد كده هتكلم على الـ IBS، وزميلتي دكتورة مريم منيسي هتتكلم على الـ Functional Dyslexia Part 2 إن شاء الله. أول حاجة عايزين نفهم يعني إيه الـ Functional GI Disorder. هي عبارة عن Group من الـ Disorder يبقى فيها Chronic GI Symptoms و Absence of Pathology Upon Investigation. يعني إيه برضو؟ يعني ان الستركشر بتاع الاورجان بيبقى نورمال تمام. طب هي المشكله فين؟ المشكله في الفانكشن بتاع الاورجان، ان الاورجان مش عارف يعمل الفانكشنال بتاعته كويس. طيب لو جينا نقول مثال، يعني ايه ان مفيش باثولوجي في الانفستيجيشن؟ يعني لو جيت طلبت من ابسط انفستيجيشن اللي هي اللاب انفستيجيشن اول حاجه بنطلبها، لو جيت طلبت السي بي سي هلاقيه نورمال مفيش حاجه، لو طلبت الاي اس ار والسي ار بي الانفلاماتوري ماركرز برضه هلاقيها نورمال مفيهاش اي مشاكل، لو طلبت الفيكال كالبروتكتين هلاقيه نورمال. طيب ده اللاب، لو جيت طلبت الراديولوجي لو جينا عملنا سي تي هلاقيه نورمال، لو جيت عملت اندوسكوب وخدت بايوبسي البايوبسي هتطلع نورمال. برضو مش هشوف لا تيومر ولا هشوف ألسر ولا هشوف ستركشر. طب هي المشكله فين؟ المشكله في الفانكشنال بتاعه الاورجان، وهنعرف بعد كده هي اتأثرت ازاي. طيب عايزين ناخد مثال على ان الاورجان مش بيقوم بالفانكشن بتاعته. لو جينا ضربنا المثال بالستومك، هي الاستومك المفروض بتعمل دايجيشن وبعد كده بيحصل جاستريك انتيك للفود اللي موجود عشان بعد كده يروح للانتستين. طيب لو حصل مشكله في الفانكشن بتاعه الاستومك، الاستومك ممكن ما تعرفش يعني او يحصل ديلي للجاستريك انتيك فتعمل له ديسبيبسيا. لو جينا مثلا ضربنا المثال بالكولون، الكولون هو المفروض بيعمل ووتر والكترولايتس ري ابسوربشن، وبعد كده المفروض الستول بيبقى سولد اكتر ويتخزن في ريكتوم وبعد كده يحصل بوتيفيكيشن. طيب لو حصل مشكله سواء البروسيس دي كانت سريعه وهتعمل له دايريه او كانت بطيئه قوي فعملت له كونستيبيشن، في نفس الوقت هو ما فيش الاستراكشر بتاع الاورجان ساعتها نورمال. طيب انا لما اجي اشخص، لو انا جيت عملت لاب وعملت راديولوجي وخدت بايوبسي وعملت اندوسكوب وكل ده كان نورمال، طب انا هعرف ازاي ان هو عنده ديزيز او هعتمد في تشخيصي على ايه؟ هعتمد في تشخيصي على السيمبتومز. هيبقى فيه عندنا حاجة اسمها symptom based criteria، ودي هنتكلم بعد كده عليها في الديزيز بالتفصيل. بس في نفس الوقت لازم استبعد ان هو عنده organic disorder، يعني لازم في الاول استبعد كل organic disorder، ولو ما لقيتش ولا حاجة منهم ساعتها اشخصه على اساس symptoms. عايدة بس في exception في anorectal disorder بيكون فيه physiological changes، بس دي مش هنتكلم عليها النهارده. فهم بيبقوا عبارة عن 33 ديزيز في الأدلت و 20 في البيدياتريكس، وده بيبقى بنشخصها بالروم 4 كريتيريا، دي هنتكلم عليها بعد كده في الـ IPS والـ Functional Dyspepsia. هم بعد كده لقوا إن الـ Term Functional ده مش specific فغيروا الاسم سموه Disorder of Gut Brain Interaction، لأن هو بيحصل ديزيز في الـ Gut Brain Axis. طب هي الـ المقارنة دي هي مش علينا، بس انا حطيتها عشان نفهم اكتر ان هو لو organic GI disorder لما اجي اشخصه على اساس الباثولوجي الموجود سواء بالهيستولوجي او باثولوجي او اندوسكوبي او راديولوجي. اما الفانكشنال GI disorder احنا قلنا مش هنلاقي حاجة يعني نقدر نمسكها بايدينا او نقول ان احنا هنشخصه على اساسها، فهنشخصه على اساس الموتيلتي بتاعت الاورجان السنسيشن كل الحاجات دي. طيب انا لما اجي اعالجه هنا هدي ميديكيشنز او سيرجري على حسب الكونديشن اللي عنده، في الفانكشنال هدي برو او انتي كاينيتك على حسب، لو هو مثلا الموتيليتي عنده قليله هدي برو كاينيتك حاجات تزود الموتيليتي، ولو انتي كاينيتك لو هو مثلا عنده دايريه هدي حاجات تقلل السنسيشن عنده عشان هو بيبقى عنده هايبر سنسيتيفيتي زي ما هنقول بعد كده، هدي له انتي ديبريسنت لان الحاجات دي بيبقى مختلف معاها الديزيز الموجودة في الـ CNS زي ما هو مثلا بيبقى عنده depression أو anxiety disorder كل الحاجات دي. الاكزامبل هنا في مثلا esophagitis، في peptic ulcer، chronic disease، pancreatic cancer. أما الـ functional زي مثلا functional dyspepsia والـ IBS اللي هنتكلم عنهم، في كمان functional abdominal pain. زي ما هنيجي نتكلم بعد كده في pathophysiology بيكون فيه جزء جيناتيك وانفيرمنتال، بيتأثر كمان بسايكولوجيكال فاكتور زي اللايف ستريس والسايكولوجيكال ستيت، وبعد كده هيحصل
مشكلة في الـ gut brain axis، فهيؤدي لحاجات بتتغير في الفسيولوجي زي الموتاليتي والسنسيشن انفلاميشن وإيثو بكتيريال فلويد، تمام؟ فهتؤدي للسيمبتومز والحاجات اللي هتظهر على البيشنت. طيب دي الحاجات اللي هنتكلم عليها في الباث فيسيولوجي سواء في الاي بي اس او في الفانكشنال ديسبيبسيا، بتبقى عباره عن موتيلتي ديستربنس او فيسترال هايبر سنسيتيفيتي، الجت مايكروبيوتا بتتاثر، سنترال نيرفس سيستم بروسيسنج، والترد ميكوزال اند اميون فانكشن. احنا عندنا هنفهم بعد كده ان في الجت برين اكسس ده بيبقى عباره عن كوميونيكيشن بتوين البرين والجي اي تي، ماشي؟ وبيبقى فيه باي دايركشن، يعني هو السي ان اس بيبعت سيجنال للجي اي تي والجي اي تي بيبعت سيجنال للسي ان اس. طب هو الجت برين اكسس ده مينلي بيأثر على ايه؟ هو بيأثر على النيرفس سيستم، بيأثر على الاندوكراين سيستم والاميون سيستم والجت مايكروبيوم. فلو الاكسس ده حصل فيه مشكله كل الحاجات دي هتتأثر، وهنتكلم بعد كده عليها في الباث فيسيولوجي. طيب نيجي دلوقتي هنتكلم على الموست كومن فانكشنال جي اي ديس اوردر اللي هو الايريتابل باول سندروم، القولون العصبي طبعا مفيش حد فينا ما يعرفوش، وبعد كده هنتكلم على الفانكشنال ديسبيبسيا. بالنسبه للاي بي اس ده عباره عن كرونيك ديزيز، وزي اي كرونيك ديزيز بيحصل فيه ريلابسنج ريميتنج، يعني ان الاعراض بتيجي فتره وتقل وبعد كده ترجع تزيد تاني، وزي ما قلنا ان هو الموست بريفلنت فانكشنال ديس اوردر في الجي اي تي. هو في الأول كان بيتقال إن هو فانكشنال عشان مفيش تغيير في الاستراكشر زي ما قلنا، بس بعد كده مؤخرا لقوا في برضه تغييرات في الاستراكشر، زي مثلا في الإميون ريسبونس إن هو بيكون في بتزيد الانتيور كروموفين سيل، ممكن تزيد الماست سيل، بتزيد الانتستاينال برميبيليتي، حاجات هنقول عليها في الباثوفيسيولوجي. طبعا عشان نفهم يعني هو بالنسبة للباثوفيسيولوجي هو مفيش حاجة يعني معينة كانت أكيدة، بس هما مع الوقت بيبدأوا يكتشفوا حاجات أكتر مرتبطة بالبرين أو الجت برين أكسس، زي ما قلنا إن هو في حاجات بتتغير فبالتالي دي بتأثر على الجي أي تي، فدي كلها حاجات بتبقى عبارة عن فيروس ومع الوقت بيبدأوا يثبتوها. بالنسبة للسيمبتومز بيبقى فيه إكسسيف جازز وبيبقى فيه بلوتينج ونوزيا. بالنسبة للأبدومينال بين بيبقى عبارة عن كرامبين بين، بيبقى مختلف في الانتنسيتي أو اللوكيشن من شخص للتاني، وبيبقى أسوشيتد مع الديفيكيشن، ودي حاجات هنقولها بعد كده في الكريتيريا اللي بيشخصوا بيها. البين ده ممكن يزيد مع أكلات معينة، يبقى البيشن ده عنده سنسيتيفيتي ليها، وبيزيد برضو مع الستريس، وبيبقى معاه كمان كونستيبيشن أي دايرية، والدايرية دي مهمة إنها متكونش نكتورنال، يعني متكونش بتصحيه من النوم، لأن هي لو نكتورنال فده معناه إن هو organic disorder مش functional، أو ممكن يبقى فيه alternation between الدايرية والconstipation، فده بعد كده هتقسم على على حسب التايب اللي هنتكلم عليها بعد كده، سواء هو عنده constipation ولا دايرية ولا alternation between الاتنين مع بعض. وكمان بيبقى فيه ممكن يبقى فيه ميوكس في السنين، فده بالنسبة للسيمبتومز اللي بتبقى موجودة. بالنسبة للباثوجينيسيس أول حاجة زي ما قلنا إن هو ممكن يبقى فيه جيناتيك بريدسبوزيشن، يعني 33% من البيشنت بيبقى عندهم بوزيتيف فاميلي هيستوري، حد من عيلتهم عنده أي بي إس. تاني حاجة هنتكلم على الانترنال هايبر سنسيتيفيتي، محتاجين عشان نفهمها لو قلنا أول حاجة ده الباول وول، لو دي كده الستريتش ريسبتور اللي موجوده. طيب الاستمس هي بتحصل ازاي؟ غالبا بتبقى بتايب اوف فود، زي مثلا لو قلنا الكربوهيدرات، تمام؟ لو البيشن ده كان كربوهيدرات والكربوهيدرات دي شورت تشين، فبالتالي هي الجسم مش عارف يعمل لها ابسوربشن، تمام؟ والكربوهيدرات دي بتبقى اوزموتيكالي اكتف، يعني هتخلي الووتر يدخل اكتر في الجسم. طب لما الووتر يدخل اكتر في اليونت هيحصل بعد كده ديستنشن، ايه الباول وول ده؟ طب ايه المشكله لما يحصل ديستنشن؟ لما يحصل ديستنشن الاسترتش ريسبتور اللي هي موجوده على الوول دي هيحصل لها اكتيفيشن. طيب المشكله ان هو في الانسان الطبيعي هو ممكن ده ما يعملش مشكله ولا يعمل بين ولا يعمل اي حاجه، بس الفكره ان البيشنت اللي بيبقى عنده اي بي اس ده بيبقى عنده هايبر سنسيتيفيتي، يعني الريسبتور اللي عنده بتبقى حساسه اكتر من الريسبتور بتاعه الشخص العادي، يبقى فيه زيادة perception في الجي اي تي،
طب لما يحصل اكتيفيشن للستريتش ريسبتور دي هيحصل ايه بعدها؟ بعد كده هيبعت الافرنت نيرف فايبر للبرين او السي ان اس، تمام. طب احنا قلنا المشكله هو مش بس في الجي اي تي، المشكله برضو في البرين، يعني هما الاكسس اللي بينهم ده في مشكله، هو اوت اوف كنترول، تمام. فبعد كده البرين هيبعت بالافرنت نيرف فايبر السيجنال دي، لما توصل هي في البرين هيحصل امبليفاينج للسيجنال دي وهتعمل بعد كده البين. يبقى احنا لازم نفهم ان هو ده ممكن ما بيحصلش في الشخص العادي، بس البيشنت اللي عنده اي بي اس ده لما يتعرض لستيمولس معينه ده بيحصل عنده هايبر سنسيفيتي في الجي اي تي بتاعه، تروح البرين بعد كده تترجم، فالبرين بيامبليفاي السيجنال دي، لان احنا زي ما قلنا هو الاكسس اللي بينهم هو مش طبيعي، مش زي الشخص العادي. وبعد كده هو لما يامبليفاي السيجنال دي هيبعتها، وبالتالي هيعمل بين في الباول وورم. تمام. يبقى زي ما قلنا بيحصل استيميليشن للريسبتور، بتبقى تريجرد باي باول ديستنشن او بلوتنج، زي ما احنا قلنا لو خصوصا لو كان اكل من الحاجات زي مثلا الكربوهيدرات، ماشي، وتعتبر اوزماتيكالي اكتف، فدخلت ووتر حصل ديستنشن وبيبقى فيه increased sensitivity. تمام. في التشارت ده لو جينا مثلا قلنا دي الستيمولس انتنسيتي وده البين انتنسيتي، ده مثلا الشخص العادي او النورمال sensitivity، فده البين threshold بتاعه. لو حصل ستيمولس هنا بيبدا يحصل بين. طب الشخص اللي هو عنده اي بي اس بيبقى فيه هايبر سنسيتيفيتي، يعني ستيمولس اقل من العاديه عملت له بين، ده نتيجه فيه سنترال سنسيتايزيشن، وزي ما هنتكلم بعد كده بيبقى فيه هايبر ثلاميك بيتيوتري اكسس اكتيفيشن، وبيبقى فيه بريفرال سنسيتيفيتي في الجي اي تي، فده هيغير في الموتيليتي وهيعمل له يزود البين انتنسيتي عنده. بالنسبة بعد كده للموتيليتي، طبعا الفاكتور اللي هي بتعمل تريجر زي مثلا ستريس او سترونج ايموشن، فده هيأثر على البرين. طب البرين بعد كده هيجي يرد على الجي ار تي بايه؟ هيحصل ديسموتيليتي، لان احنا زي ما قلنا الجاد برين اكسس او البرين جاد اكسس لما بيأثر بعد كده على حاجات كتير، سواء اندوكراين سيستم او هيأثر على الميكروبيوم او هيأثر على الموتيليتي. فلما الموتيليتي بتأثر يا هتزيد يا هتقل. طب لو الموتيليتي زادت هتعمل دايريا، ولو قلت هتعمل كونستبيشن. طيب السيروتونين ده هو بيطلع من الانتيرو كروماتين سيل من الجي اي تي، وده بيزود الموتيليتي. طب متوقع لو هو بيشنت عنده كونستبيشن يبقى السيروتونين هيبقى قليل، فبالتالي الحركه هتكون قليله. طب لو عنده دايريا هيبقى عالي، وبالتالي الحركه هتبقى زايده. وبالتالي هنيجي بعد كده لما هنتكلم على التريتمنت هنعرف ان احنا لما نيجي نعالج الكونستبيشن ده هو عنده السيروتونين قليل، انا هعمل ايه؟ هديله سيروتونين اجنست عشان يزود السيروتونين عنده. طب لو هو عنده دايريه معناه ان هو عنده السيروتونين عالي، يبقى انا عايزه اقلله، يبقى هديله سيروتونين انتاجونست. طيب بالنسبه للسايكوباثولوجي، احنا زي ما احنا قلنا هو الايريتابل باول سيندروم ده هو سيندروم، يعني هو عباره عن ديزيز في اكتر من ساينز او سيمبتومز مش مرتبطه ببعض، يعني هي مش خاصه بسيمبتومز او سيستم معين، يعني مش بس الجي ار تي هيبقى متاثر وفي ابدومينال بين وكونستبيشن ودايريه، لا كمان البرين هيتاثر، فهو بيبقى عنده كمان ممكن يبقى عنده ديبريشن، ممكن يبقى عنده انكزايتي ديس اوردر، يبقى عنده فايبرومايالجيا، فهو مش بس هيأثر على الجي ار تي، لا كمان بيبقى فيه تاثير على البرين. تمام. طب ده عن طريق ايه؟ ان هو لو جينا قلنا كده ان هو الاول بيطلع الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون من الهايبوثالامس، تمام، وبعد كده ده بيزود الريليز بتاع الاي سي تي اتش اللي هيطلع من البيتيوتري، تمام، وبعد كده الاي سي تي اتش لو حصل له ستيميليشن هيروح يزود الكورتيزول اللي طالع من الادرينال جلاند. طيب هو في الفكره لما بيحصل افكشن للبرين جات اكسس زي ما قلنا ده هيأثر على الاندوكراين سيستم، فهيزود الريليز بتاع الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون اللي طالع من الهايبوثالامس، وبالتالي ده برضه هيأثر على الاوتونوميك نيرفوس سيستم اللي موجود برضه في الهايبوثالامس. تمام. فهلاقي بعد كده ان الموتيليتي بتاعت الجي اي تي اتأثرت،
وفي visceral sensitivity، لأن احنا زي ما قلنا هو جي اي تي مينلي اللي بيتحكم بيه مش سوماتيك فايبر، بيتحكم فيه اوتونوميك فايبر، فهلاقي الاوتونوميك نيرفس سيستم هيتأثر. كمان الستريس في الاي بي اس بيشنت بيزود البرو انفلاماتوري انترلوكس، وبالتالي ده هيزود الاكسس ده اللي هو الهايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس، وبالتالي لما يحصل اكتيفيشن للاكسس ده فهيزود الاس تي اتش ويزود الكورتيزول. نيجي بعد كده عشان نفهم النقطة دي، لو برضو ان في جزء من الـ IBS ممكن يحصل بعد الـ infection. طب عشان نفهم الجزء ده، لو جينا للرسمة دي، ده في الجسم الطبيعي، في اللي هي الميكروبيومز ماشي، في الكومنسة اللي هي طبيعية موجودة في الجسم والجسم متعود عليه، تمام، وفي جزء منها beneficial وفي جزء harmful. فطبيعي ان الجسم بيحصل فيه الحاجات اللي هي الطبيعية اللي موجودة في الجسم، ان الجسم لازم يبقى متعرف عليها عشان ما يعملش immune response ضدها. طيب الشخص بقى اللي هو عنده مشكلة بيحصل alteration في البرميابلتي، يعني هو طبيعي ان الميكوزة دي بيبقى فيها tight junction، ومش كل حاجة بتعدي او بتتعرض على immune system. طب لما تزيد البرميابلتي دي، وفي نفس الوقت هنقول بعد كده ان الميكروبيوتا هي بتتأثر، بتتأثر ازاي؟ انا طبيعي عندي بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة، طب لو حصل imbalance بينهم ايه اللي هيحصل؟ الضرر هي اللي هتزيد، فالنفع مش هتعرف تقوم بالفانكشن بتاعتها، فبالتالي هيزيد الانتيجين كونتاكت مع الاميون ريسبونس، عشان البرميابيليتي زادت ففرصه ان الانتيجين يعدي هتكون اكتر، فلما الانتيجين هيحصل كونتاكت مع الاميون سيستم هتزيد الاكتيفيتي بتاعت التي سيل وتزود البي سيل، وبعد كده لما هتزيد التي سيل او تبقى اكتيفيتد زي ما قلنا هتزود البيسل، وهتأثر على الإزينوفيل والمستسل. المستسل والإزينوفيل هيطلعوا inflammatory mediators، والإنفلاماتوري mediators دي هتروح تأثر على الانتريك نيرف بلكسس، ولما تأثر عليها هتعمل abnormal signaling وهتعمل البين. فزي ما احنا قلنا ان في جزء من الاي بي اس ممكن يحصل بعد الانفكشن، ماشي، فبيفضل في انفلاميشن وبيغير بيعمل تغيرات في الاميون سايت اللي موجوده في الميكوزا، وهيزود او ياثر على الانتيرو كروموفين سيل اللي هي بتطلع السيروتونين، فده هياثر على الموتيليتي وياثر على الماست سيل والايزينوفيل زي ما احنا قلنا بتطلع برو انفلاماتوري ميدييتورز، والانفلاماتوري ميدييتورز دي بتروح تاثر على الانتريك نيرف بلكسس، وكمان بتأثر على الميكروبيوتا، فبالتالي بيبقى عنده الهارمفول بقت زيادة والبنفيشيال قلت. بيبقى فيه برضو نوع من الفود انتوليرانس، يعني هو لما بياكل أكل معين بيزود له السيمبتومز، لقوا برضو إن هو الجلوتين ده اللي هو الناس اللي بيبقى عندها سيليك ديزيز بيبقى عندها السيمبتومز بتزيد بسببه، فلقوا برضو إن الـ IBS patient بيبقى عندهم جزء من الجلوتين سنسيتيفيتي، يعني هو لما بياكل الماده فيها جلوتين او اكل فيه جلوتين ده بيزود السيمبتومز عنده وبيعمل ابدومينال ديسكومفورت، بس في نفس الوقت هم ما عندهمش سيليك ديزيز فبيسموها جلوتين سنسيتيفيتي. ده برضو الجلوتين زي باقي الفود اللي هو البيشنت ما بيبقاش عنده توليرانس ليه او بيزود له السيمبتومز، ده بيغير في الانتستينال بيرميبيليتي، وزي ما قلنا ان هو بيأكتيفيت الانتريك والاوتونوميك نيرفس سيستم ويعمل السيمتومز زي مثلا البين ويغير الباول هابتس، وبرده بيحصل التريشن في البت مايكروبيوتا بسبب ان هو زادت البرميابيلتي وبيتغير الاميون بروفايل، لان هو كان الجسم هو متعود على البكتيريا النافعه هو متعرف عليها ومتصالح معاها، طب لما يحصل فيها مشكله ده هيزود الاميون سيستم وبالتالي هيزود السيمبتومز بالميكانيزم اللي احنا قلنا عليه، فبالتالي لما تتاثر او الهارم في تبقى زياده فده يحصل حاجه اسمها ديسبيوسس، ان هو البالانس بتاع الميكروبيوتا اتاثر. فبيلاقوا برضو ان اللاكتوباسيلاي والبايفيدو بكتيريا دول البنفيشيال بكتيريا بيلاقوا ان هم ديكريزد في البيشنت اللي عندهم اي بي اس،
وبالتالي بعد كده لما هنيجي نتكلم على التريتمنت هنلاقي في التريتمنت حاجة اسمها البروبيوتكس، دي اللي هي بتزود البنفيشال مايكروبيوتا، ولقوا فعلا ان هم لما بيدوا بيشنت اللي عندهم اي بي اس البروبيوتكس بيلاقوا ان السيمبتومز تحسن عندهم، فده دليل ان هو كان عندهم مشكلة في المايكروبيوت. تمام، يبقى في ديسبيوزس اللي هو امبالانس بين البنفيشال والهارمفول، ولما بنديه بروبيوتيك بتتصلح السيمبتومز. عشان كده نختصر او نلخص، الجاد برين اكسس هو طبيعي، في نورمال ايموشن، في اميون تولرانس، نورمال جاد مايكروبيوتا، وانتاكت جاد بارير. طب لما يتأثر هيحصل في البرين، يحصل ديبريشن انكزايتي، لما تزيد الانتستاينال برميابيليتي هيحصل اميون اكتيفيشن، يحصل ديسبيوزز وبارير ديسفانكشن. بالنسبة للسطر لازم عشان نفهمها نفهم الهيستول ستول تشارت، ده عبارة عن تشارت بيبقى مقسم الستول على حسب الكونسيستنسي بتاعته. أنا بديها للبيشنت وبقول له أنت إيه الكونسيستنسي بتاعت الستول اللي عندك، وبالتالي أنا بعرف ساعتها إيه التايب اللي موجود عنده. فهو لو 1 و 2 بيبقى كونستيبيشن، 3 و 4 بيبقى هيلثي، و 5 و 6 و 7 ده بيبقى دايت. بالنسبة ل 1 بيبقى هارد سيبريت بريت لايك لامب، تبقى difficult to bust. تاني واحد بيبقى lumpy و sausage shape، تالت واحد بيبقى sausage shape وفي cracks على ال surface، فور بيبقى sausage shape وبيبقى small، وفايف بيبقى props و easy to bust، و سكس بيبقى mush stool، سيفن ده بيبقى entirely liquid. فبالتالي لو جينا نتكلم على ال subtype احنا عندنا 4 subtype. ال IBS دايرية لازم يبقى عنده أكتر من 25% من بريستول 6 و 7، تمام، ويبقى عنده أقل من 25% 1 و 2 اللي هما constipation. بالنسبة لل IBS constipation يبقى عنده أكتر من 25% type 1 و 2 وأقل من 25% 6 و 7. الماكسيم بيبقى عنده أكتر من 25% 1 و 2 وأكتر من 25% 6 و 7، فبالتالي هما الاثنين مع بعض، والunspecified ده هو ولا واحد من الثلاثة دول. فلو جينا برضه هنا نقول ده الباور موفمنت لوز أور ووتري، وهنا الهارد أور لمب. فلو جينا نتكلم على الدايرية أهو أكتر من 25% بريستول 6 و 7 وأقل من 25% الهارد واللمب. الكونستيبيشن برضه هنا أقل من 25% لوز أور ووتري وأكتر من 25% الهارد. المكس ده بيبقى أكتر من 25% هنا وأكتر من 25% هنا. الـ IBS unspecified ده ما أقدرش أحدد لا هو واحد من الثلاثة دول. بالنسبة للـ Diagnosis الـ Room for Criteria اللي اتكلمنا عنها قبل كده، بشخص على أساس إن هو بيبقى عنده Recurrent Abdominal Pain، الـ Average بيبقى يعني أقل حاجة يبقى يوم واحد في الأسبوع، يعني أقل من كده ما تعتبرش Room for Criteria، لازم يبقى على الأقل عنده في يوم واحد الأبدومينال بين ده في الأسبوع، تمام؟ وبيبقى associated معاه حاجتين أو أكتر من دول، إن هو symptoms تكون related للديفيكيشن، يبقى معاها البين ده change في frequency of stool، يعني number of bowel motion تبقى زيادة أو قليلة على حسب الطيب اللي عنده، وبيبقى فيه change في stool form زي ما احنا شفنا كده في الستول stool chart. لازم عشان الكرايتيريا دي تبقى في الفيلد، لازم ان هو السيمبتومز دي بدأت عنده اقل حاجة 6 شهور قبل ما يتشخص، وفي خلال الثلاث شهور اللي فاتوا كان السيمبتومز دي موجودة عنده. طيب مهم جدا عشان نشخص الاي بي اس لازم ان احنا نستبعد الحاجات اللي هي الاورجانيك. طب ده عن طريق ايه؟ ان انا لازم اول حاجة استبعد اي الارمنج سيمبتومز او ساين اللي هي ريد فلاجز. طب زي ايه؟ ان هو يبقى فيه تغيير في الباول هابت، تبقى مور فريكوينت او لوزر في خلال الست اسابيع اللي فاتوا، او يبقى فيه ريكتال بليدنج، لو بليدنج ده يبقى ساعتها خلاص ده اورجانيك ديس اوردر، يبقى فيه ريكتال ماسز او ابدومينال ماسز يبقى ده ساعتها ممكن يبقى عنده تيومر، يبقى فيه انيميا يبقى ده ساعتها فيه بليدنج يبقى هو ما عندوش فانكشنال ديس اوردر، او الانفلاماتوري ماركر تبقى عاليه زي السي ار بي، او يبقى فيه ويت لوس فده ساعتها اورجانيك ديس اوردر، او شخص عنده اكتر من 50 سنه وما عملش قبل كده كولون كانسر سكرين فده ساعتها يبقى ده عرض اكتر ان هو يبقى عنده تيومر مش
مش functional disorder، أو يبقى فيه nocturnal symptoms زي ما احنا قلنا كده، لو diarrhea nocturnal يبقى ده ساعتها هستبعد إن هو functional disorder، أو يبقى فيه family history لل IBD والcolorectal cancer، يبقى دي كلها حاجات red flags لازم إن أنا أستبعدها الأول وبعد كده أشخصه على أساس الـ room for criteria. يبقى عشان برضو نرجع نلخص تاني، إن هو يبقى عنده recurrent abdominal pain على الأقل يوم واحد في الأسبوع، وبيبقى في خلال الثلاث شهور دي الـ symptoms كانت عنده، وريليتد مع الحاجات دي اللي هو defecation، أو يبقى فيه change في الـ frequency of stool، أو change في الـ form of stool. لو الحاجات دي موجودة يبقى ساعتها هشوف هل هو كانت الـ symptoms دي موجودة عنده في خلال الثلاث شهور وبدأت أقل حاجة من ست شهور، لو يبقى ساعتها ده IBS وهشخصه على حسب الـ type بتاعه، diarrhea أو constipation أو mixed. لو لأ يبقى ده ساعتها ما عندوش IBS ومش مت الكرايتيريا بتاعت الـ room for criteria. طيب بالنسبة للـ differential diagnosis، طبعا الـ symptoms دي ممكن تتشابه من حاجات كتير زي الـ IBD، زي celiac disease أو carcinoid tumor اللي هو بيأثر على السيروتونين ليفل، الكولوريكتال كانسر، دايبرتيكولار ديزيز، دراج يوز زي الأوبيويد أنالجيزيك ممكن تقلل الموتيليتي بتاعت الجي أي تي فتعمل كونستيبيشن، الكالسيوم تشانل بلوكر، الأنتي ديبريسنت، لو في جي أي تي انفكشن في هايبرسايتيزم تعمل له هايبر ديفيكيشن أو دايريا، الهايبرسايتيزم يعمل له كونستيبيشن، سكين كرايتس يعني بين اللاكتوز انتوليرانس زي ما احنا قلنا بيبقى عندهم برضه فود سنسيتيفيتي وممكن يتشابه مع اللاكتوز انتوليرانس، أو psychological disorder أو gynecological disorder. الحاجات دي بنستبعدها على حسب الـ symptoms أو الـ investigation اللي بنطلبها بيخلينا نستبعد الحاجات دي. الـ treatment آخر جزء هو بيبقى عبارة عن non-pharmacological treatment و pharmacological. non-pharmacological ده الأهم، وهو الـ first line of treatment، ده بيبقى general measures لكله، سواء هو عنده أي type منهم constipation، diarrhea أو mixed، لازم يبقى فيه dietary modification و exercise بتحسن السيمبتومز. الفارماكولوجيكال هديله انتي سبازماتيك عشان البين اللي عنده، واللاكستيف او انتي دايريال ده بيبقى على حسب السيمبتومز اللي عنده، يعني لو هو عنده constipation بديله لاكستيف، لو عنده دايريال بديله انتي دايريال. وهو برضو عشان مش بس الجي اي تي هو اللي متأثر في الديزيز ده، هو كمان فيه السي ان اس برضو او البرين متأثر، فلازم نديله psychological therapy. بالنسبة لل non-pharmacological زي ما احنا قلنا ده first line of treatment، فلازم طبعا ينظم وجباته، يزود الwater intake عشان يقلل لو هو عنده constipation، يقلل الكافيين عشان بيزود symptoms، ويقلل intake بتاع resistant starch عشان هو بيبقى digestion بتاعه صعب فممكن يزود له symptoms اللي موجودة عنده، ويقلل الـ intake of fresh fruit تبقى 3 portions per day، يقلل الـ alcohol أو الـ fizzy drink. والحاجات اللي هي الـ sorbitol لو هو عنده diarrhea هي بتبقى osmotically active فهتزود الـ water وتزود الـ diarrhea اللي عنده، ممكن الـ bloating أو الـ flatulence، ياخد اللي هو الشوفان ممكن يعني يحسن الـ symptoms الموجودة عنده، ويزود الـ physical activity ده لو هو عنده constipation هيحسن الـ symptoms اللي عنده، يبقى avoid the stress و sleep well و stay active in physical activity، avoid caffeine و stay hydrated و healthy meal. بالنسبة للـ food net diet ده يعني جزء مهم جدا، ان هو لازم يبقى الـ diet بتاعه قليل في الحاجات دي. الـ food net دي اختصار ليه fermentable oligosaccharide و disaccharide monosaccharide و البوليوز. الحاجات دي بتبقى عبارة عن ايه؟ هي بتبقى عبارة عن short chain carbohydrate، فبالتالي الجسم مبيعرفش يمتصها كويس. طب لو ممتصهاش هيحصلها ايه؟ هي اول حاجة بتبقى osmotically active، وزي ما احنا قلنا هتزود الـ water reabsorption، وبالتالي هتعمل distension وتخلي الـ symptoms تزيد اكتر. في نفس الوقت لو الجسم ممتصهاش هتبقى fermentable by bacteria، طب لما بيحصلها fermentation هتطلع gases وهتزود الـ bloating وبالتالي هيزيد الـ pain. يبقى هو لازم يبقى الدايت بتاعه قليل في الحاجات دي. بالنسبة للفارماكولوجيكال تريتمنت هنبدأ أول حاجة باللاكستيف لو هو عنده constipation أو mixed، لأن هو بيبقى برضو عنده constipation. لو الدايتري modification والphysical activity ما نفعتش معاه فهنديله اللاكستيف. هي بتبقى عبارة عن كذا نوع، زي مثلا البالك فورمين دي بتبقى عبارة عن دايتري فايبر الجسم ما بيعملهاش digestion،
وبالتالي هي بتفضل موجودة في الجي اي تي. فلما تفضل موجودة بتعمل زي بلك. طب لما تعمل البلك دي، هو الجسم عشان يقدر يعمل ديفيكيشن لازم يحصل ستريتش او يحصل استيميليشن للباول وول، تمام؟ فلما يحصل ستريتش للوول، الجسم هيحس ان هو في حاجه، تمام، هو عايز يتخلص منها، فهيزود الموفمنت بتاعته. طب انا لما اديله البلك فورمينج ده هيزود البلك بتاعه الاسلوب، وبالتالي هيحصل ستريتش للوول ويعمل يزود الموتيليتي او الاستيمولنت. دي بتبقى عباره عن لاكسيد، هو بيعمل اوريتيشن للميكوزا، وبالتالي لما يرتد الميكوزا ده بيأكتيفيت المايتوليك بلكسس بتاعت الجي اي تي، ولما يحصل لها اكتيفيشن هتزود الموتيليتي. او الاوزموتيك لاكسيد، دي بتبقى عباره عن مواد اوزموتيك اكتيف، وبالتالي بتزود الووتر ري ابسوربشن، ولما تزيد الووتر ري ابسوربشن ده برضه هيعمل ديستنشن للباول وول وهيزود الموفمنت. وبالتالي اللاكستيف هي هتزود الانستينال ستشارج، بس في نفس الوقت مش هتريليف الابدومينال بين. دي الابدومينال بين هو هياخد حاجات تانية، تمام؟ والفكرة ان هو ممكن حاجات من بعض اللاكستيف يعني تزود له البروتين، وبالتالي هو المفروض ياخد فلويدز كتيرة مع اللاكستيف عشان تحسن الافكت بتاعته. دي زي ما احنا اتكلمنا كده عن انواع اللاكستيف. اول حاجة بالنسبة لل الكالبرايت، ده بيبقى عبارة زي ما احنا قلنا ان الكونستليشن ده بيبقى عنده السيروتونين قليل. طب انا عايزة اسوي السيروتونين اللي هو الفايف هيدروكسي تريبتامين، فبالتالي هديله اجنست عشان ازود السيروتونين وازود الموفمنت. وبالتالي هو بيقلل الابدومينال ديسكومفورت والبلوتينج والستريننج، وبيقلل البينفول باول موفمنت عن طريق ان هو هيزود له الموفمنت. اللينكلوتايد ده بيروح يمسك في الريسبتور بتاع الجوانيليت سايكليز، وبالتالي لما بيمسك في الريسبتور ده بيحصل له اكتيفيشن، فبيتكون او بيزيد السايكليك جي ام بي. السايكليك جي ام بي ده بيروح ياثر على ريسبتور اسمه السيستيك فايبروزيس ترانس ميمبرين كوندكتنس ريجوليتور اي نوت شانل. والريسبتور ده لما بيحصل له اكتيفيشن اللي هو اختصاره سي اف تي ار، ده بيزود الكلورايد سيكريشن، تمام؟ فلما بيزود الكلورايد سيكريشن بالتالي هيزود الجي اي فلويد والسيكريشنز، تمام؟ لان الكلورايد هيسحب معاه ميه، فده هيقلل الكونستليشن اللي موجود. في نفس الوقت هو مش بيأثر على الصوديوم والبوتاسيوم، فمش هيعمل الكلورايد ديستربنس. والسايكليك جي ام بي ده برضو لما بيحصل له اكتيفيشن بيروح بيأثر على الافرنت نيرف فايبر، بيقلل السنسيتيفيتي للبين بتاعتها، فبالتالي هيقلل البين. يبقى هو يعتبر سكند لاين دروب للاي بي اس اللي معاه كونستيبيشن، زي ما احنا قلنا بيحسن الكونستيبيشن والبين. في اللوبيبروستون ده برضو نفس الحكايه، كلورايد تشانل اكتيفيتور، وبالتالي لما بيزود الكلورايد هيسحب معاه ميه وهيزود الووتر، وبالتالي هيحسن الكونستيبيشن اللي موجود. بالنسبة للبيشنت اللي عنده دورية، الانتي دورية الدور هي بتشتغل على ان هي بتزود التايم اللي هو الفود او السكين بيبقى فيه في كونتاكت مع الميكوزا، وبالتالي لما هيزيد التايم ده فهيزود الووتر ابسوربشن. بالنسبة للسيجمنتال كونتراكشن، عندنا نوعين من الكونتراكشن او الموفمنت، في اللي هي البريستاليسيس هي اللي بتزود فرصة ان الستول يعدي او تخلي الفود يعدي اكتر. طب بالنسبة للسيجمنتال كونتراكشن، لو ده الباول وول العادي، السيجمنتال كونتراكشن هي بتبقى عبارة عن كونتراكشن للسموث ماسل فايبر، تمام؟ فده بيبقى عبارة عن السيركولر ماسل فايبر بيحصل لها اكتيفيشن، وبالتالي لو هو الكونتنت موجود هنا في النص فبيحصل هنا كونتراكشن وبيحصل هنا كونتراكشن. طب هي ايه فايدة الموفمنت دي؟ فايدتها ان هي بتزود الميكسنج اللي بيحصل للفود، وفي نفس الوقت بتزود فرصة ان هو يحصل ووتر ري ابسوربشن. فلما بيزود الري ابسوربشن ده بيخلي الستور مور فورمد. طب هو مشكلة الدايرية ان هو عنده الستور هو بيعدي بسرعة قوي لدرجة ان هو ما بيحصلش ووتر ري ابسوربشن كويس. طب انا لو عايزة احسن عنده الدايرية فبزود السيجمنتال كونتراكشن بتاع الكوبي، وبيزود الانال بريشر ويقلل الريكتال بيرسبشن، بحيث ان هو ما يحسش كل شويه ان هو عايز يعمل ديفيكيشن.
وطبعا الأحسن إن هو ياخدها 30 minutes قبل الميد تايم. بالنسبة للبرومايد هيدروكلورايد ده بيبقى عبارة عن ميو ريسبتور بيزود أو بيبايند للميو أوبيويد ريسبتور اللي موجودة في الجي أي تي، فبيقلل الريليز بتاع الأسيتيلكولين والبروستاجلاندين. فالأسيتيلكولين والبروستاجلاندين هما طبيعتهم بيزودوا الموتيليتي والكونتراكشن. طب أنا عايزة أقلل عنده الموتيليتي شوية، فالبروبرامايد ده بيقلل الأسيتيلكولين والبروستاجلاندين وبالتالي هيزود البروستاليسيس، تمام، وهيزود الوقت اللي بيعدي الستول فيه في الكورة، بالتالي هيزود فرصة إن هو يحصل ووتر ري أبسوربشن ويبقى الستول فورمد أكتر، تمام. فبالتالي هو هيحسن السيمبتومز الموجودة عند الأي بي إس دايريا أو النكسل، لأن هو برضه بيبقى عنده دايريا بس مش هيفيد قوي في البين والبلوتر. بالنسبة للكوليستيرينين ده بيبقى عبارة عن مادة زي الريزن بيمسك في البايل أسيد وبيعمل لها إكسكريشن، تمام. فهو طب إيه علاقة البايل أسيد بالموضوع؟ هما لقوا إن 50% من البيشنت اللي عندهم أي بي إس دايريا بيبقى عندهم بايل أسيد مال أبزوربشن. طب إيه المشكلة لما البايل أسيد ما يحصلهاش أبزوربشن؟ المشكلة إن هي البايل أسيد دي بتستيميليت الفلويد والميوكس سكريشن، تمام، وبالتالي هتخلي السيمبتومز عنده أسوأ. فبيدوله كوليستيرينين ده بيمسك في البايل أسيد وبيخليها يحصل لها اكسكريشن، فده هيبقى مفيد بالنسبة للاي بي اس الدورية بيبقى عندهم مال ابسوربشن اوف بايل أسيد او بوست كوليستيكتومي دورية. بالنسبة للريفوكسامين او الريفامايسين دريفتس ده بيبقى عبارة عن انتي بيوتيك. الانتي بيوتيك ده لما جربوه لقوا ان هو بيحسن السيمبتومز اللي موجودة عن البيشنت اللي عنده دايريا، تمام. بيبقى عبارة عن كورس من 550 ملي جرام، بيبقى 3 مرات في اليوم لمدة 14 يوم. لقوا إن هو بيحسن لهم السيمبتومز وهو بيبقى سيف وما بيعملش دراج دراج انتر اكشن، فممكن بيستخدموه يعتبروه انيشال او سكند لاين تريتمنت اوبشن للبيشنت اللي عندهم دايريا. طيب احنا قلنا اللي عندهم دايريا بيبقى عندهم السيروتون عادي، طب انا عايزه اقلل اللي عنده السيروتون فهديله سيلكتيف سيروتون انتاجونست زي الالستيرون. المشكله ان هم لما استخدموه لقوا ان هو ممكن ينديوس سكين كولايتس، فده ما يعتبرش يعني فيرست اوبشن. هم بيستخدموه لو يعني في حاله ان هي لو وومن عندها سيفير اي بي اس مع دايريا وبقاله اكتر من 6 شهور مش بيرسبوند لباقي انواع التريتمنت، فساعتها هنستخدمه. بالنسبه للبروبيوتكس زي ما احنا قلنا ان هو بيبقى عندهم ديسبيوزس، بيبقى عندهم البنفيشال مايكروبيوتا قليله، فانا عايزه ازودها عنده. فلما بيدوهم البروبيوتكس دي بتحسن ايه الموفمنت، تمام، وبتقلل البلوتينج والبين والفلاتولنس اللي بتبقى موجوده عندهم. طيب لما البكتيريا اللي هي كويسه دي تزيد بالتالي هتقلل فرصة ان هو يحصل عنده انفلاميشن، فبيبقى ليها انتي بكتيريال وانتي فايرال وانتي انفلاماتوري افكت، وكمان بتعمل استابلايزيشن للميكروبيوت وبتقلل الرو والانتي انفلاماتوري سايتوكاينز اللي هي بتبقى موجودة وعالية في البيشنت اللي عنده اي بي اس، فبيبقى ليها بنفيشال افكت على الانتستاينال انفلاميشن والبرميابيليتي والفيسترال سنسيتيفيتي. بالنسبة للانتي سبازموتيك هو المشكلة بيبقى عندنا فين في الأستيركولين، لما بيبقى زيادة الأستيركولين ده بيزود الكونتراكشن اللي اسمه ماسل كونتراكشن. طب أنا عايزة أقلله فبديله أنتي سبازموتيك، فده سواء لو هو البيشنت عنده كونستليشن أو دايرية هو هيحتاج أنتي سبازموتيك، تمام، عشان تقلل البين والديسكومفورت زي الميبيفرين هيدروكلورايد أو الهايوسيامين بيوتايل برومايد أو البيبرمنت أويل. فبالتالي هي بتعمل بلوكينج للاستيركولين اكشن فبتقلل البين اللي موجود، تمام، والاحسن انك تاخد من 20 ل 30 منت قبل الميلز 3 مرات في اليوم. طيب احنا قلنا ان احنا هنديه اول حاجه اهم حاجه اللي هي النون فارماكولوجيكال تريتمنت، وبعد كده على حسب السيمبتومز اللي عنده هديه لاكستيف او انتي دايرين، وقلنا السايكولوجيكال ثيرابي مهم. فلقوا ان الترايك سايكليك انتي ديبريسنت لما بنديها بلو دوز هي بتأثر على المود، بس الأهم إن هي السنترال بروسيسنج الأبنورمال اللي بيحصل في الـ IBS إنها بتحسنه.
هي خصوصا بتستخدم في البيشنت اللي عندهم اي بي اس مع دايريا، بيبقى احسن بالنسبه لهم التراي سايكليك انتي ديبريسنت. فهي الحته دي حبس شويه بس زي ال تريمبرامين ده بيقلل الفوميتنج والابدومينال بين والدبريشن والانسوميا، الايميبرامين ده بيقلل الترانزيت تايم وبالتالي هيبقى مفيد في البيشنت اللي عنده دايريا زي ما احنا قلنا، والاميتريبتالين والديزيبرامين ده بيبقى عنده بنفيشال افكت للابدومينال بين والانستاينال ديستشارج. اما بالنسبه للسلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، ده لو انا قللت الري ابتيك بتاع السيروتونين بالتالي هو هيزيد. طب لما يزيد انا محتاجاه فين؟ في البيشنت اللي عنده كونستيبيشن زي الباربيتين والسيتالبران، ده بيزود الترانزيت تايم وبالتالي هيبقى كويس للبيشنت اللي عندهم كونستيبيشن. طب لو هو ما ينفعش معاه الانتي ديبريسن، ممكن اديله البنزودايزابين مونوثيرابي. يبقى احنا عشان نلخص جزء التريتمنت، احنا اتكلمنا اول حاجة على النون فارماكولوجيكال ثيرابي، وقلنا ان ده اهم حاجة عن طريق الدايتري موديفيكيشن زي اللو فود ماب دايت والاكسرسايز. والجزء الفارماكولوجيكال اتكلمنا اول حاجة على اللاكستيف لو هو عنده كونستيبيشن، وعلى حسب الاكشن بتاعها تشتغل ازاي، سواء بالك فورمينج او ستيمولانت او اوزموتيك. تمام. وبالنسبة للدايريا قلنا اللوبراميد هيدروكلورايد اللي هو بيشتغل على النيو اوبيويد ريسبتور، فبيقلل الاستيركولين والبروستاجلاندين، والكوليستيرونين اللي هو عنده مال ابزوربشن للبايل اسيد. وقلنا ان ريفيكسامين هم استخدموه في البيشنت اللي عندهم دايريا ولقوا ان هو ليه افكت كويس وبيقلل السيمتومز. وبالنسبه للسيروتونين لو انا لو هو عنده دايريا يبقى انا عايزه اقلل الليفل بتاع السيروتونين، هديله سيروتونين ريسبتور انتاجونست. لو هو عنده كونستيبيشن هديله سيروتونين ريسبتور اجونست. والبروبايوتكس ده لكله عشان يزود البنفيشيال مايكروبيوتا ويحسن السيمتومز. والانتيسبازموتيك ده لكل البيشنت، يقلل الاسيتايلكولين وبالتالي يقلل الكونتراكشن ويقلل البين اللي موجود. والسايكولوجيكال ثيرابي قلنا الترايسايكليك انتي ديبريسنت مين اللي هتستخدم في البيشنت اللي عندهم دايريا، والسيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور ده هيزود السيروتونين فبالتالي هيبقى مفيد اكتر في البيشنت اللي عندهم كونستليشن. ده كده بالنسبه لجزء الاي بي اس، وان شاء الله دكتوره مريم منيسي هتكمل معاكوا جزء الفانكشنال ديسبيكسيا.